يعطيكم العافية. هسه راح نبلش شرح مادة السترينث. راح نعرف أول شيء شو يعني سترينث أو سترينث ماتيريالز. بنفس الوقت أكيد قبل ما نبلش بنعرف إنه متطلبها السابق استاتيكا، بنعرف إنه الاستاتيكا يعني أي مادة لها متطلب سابق للثاني. أكيد إنه يعني لازم يكون عندنا خلفية عن المادة. فإحنا قبل ما نبلش بدي أشرح نتوفة سترينث، بعدين نرجع للاستاتيك. يعني مش راح اشرح ان التوف سترينث يعني تبلش بالماده، لا لا، بس مصطلحات وهيك يعني كونسبت مفاهيم نفهمها، نعرف شو بدنا من الماده، شو بدنا نعطيها وشو بدها تعطينا. اكيد بدنا نعطيها دراسه، بدها تعطينا 50. طيب الماده سترينث اوف ماتيريال يعني شيء اسمه مقاومه المواد. الماده قديش بتتحمل شديده تعرضها للود معين. طيب كيف يعني؟ انا عندي مثلا اسطوانه ومربع زي هيك، يعني اعتبرها طاولة، اعتبرها طاولة زي هيك، ها طاولة أجري. انت هاي الطاولة أثرت عليها بإيدك فوق، بس الطاولة هاي لاحظ انه لو ضربتها ممكن ما تنكسر، بس لو ظليتك تضرب 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 يمكن لقدام تتشوه، يصير لها يعني ديفليكشن، يصير لها رابتشر ييلدينج. هاي المصطلحات راح ناخذها. بعدين اخر شيء تنكسر. فهسه انا وظيفتي بهاي الماده بدي اشوف قديش هاي الطاوله بتتحمل لود، قديش بتقاوم، عشان هيك اسمها مقاومه مواد. فانا بالتالي بدي احتاج قيمه الفورس، وبدي احتاج مساحه الشكل اللي بدي اثر عليه، مساحه الطاوله. عشان هيك بدنا نجيب الفورس. الفورس من وين بنجيبها؟ نجيبها من الاستاتيك. فاحنا بدنا نعرف كل الطرق اللي بدنا نجيبها بالفورس من الاستاتيك. اكيد اخذنا بشابتر 5 بالستاتيك شيء اسمه الرياكشن. فاحنا اهم شغله بدنا نتعلمها، بدنا نتعلم كيف نوجد الرياكشن. الرياكشن كثير مهم اللي هو كان شابتر 5. فقبل هيك، قبل ما نفوت على الرياكشن بدنا نفوت على شيء ثاني اسمه المومنت، لانه مشان نوجد رياكشن بدنا نعرف شيء اسمه مومنت. عشان هيك خلينا نتعلم كيف نوجد المومنت. المومنت بكل بساطه هو عبارة عن قوة في مسافة. يعني أنا عندي بيم زي هيك، بيم زي هيك، في عندي هاي النقطة A. حكالي أوجد لي المومنت عند النقطة A إذا عندي أكثر من فورس. كيف يعني أكثر من فورس؟ عندي مثلا فورس هون، هاي الفورس مقدارها 5 وهاي المسافة مقدارها 3، كم مقدار المومنت هون؟ أنا كيف بدي أوجد المومنت عند هاي النقطة؟ بكل بساطة بحكي لك عشان توجد النقطة شوف المسافة العمودية. طيب كيف بدي أحدد مسافة عمودية؟ بحكي لك أنا إذا عندي الفورس زي هيك شو العمودي عليها؟ راح تقول لي العمودي عليها هذا الاتجاه، صح ولا لا؟ راح تقول لي صح. معناته بدي أوجد المسافة الموازية لهذا الاتجاه. شو الشيء الموازي لهذا الاتجاه؟ هي الثلاث. فالمومنت عند A هي عبارة عن 5 في 3 ويساوي 15، يعني ام A راح يساوي 15. طيب 15 هذا كيف اتجاهه؟ شوف عندك النقطة هون وعندك الفورس هون، هاي راح يعني هاي اعتبرها ايد الباب، اعتبر انه هاي هون الباب مثبت وهاي ايد الباب. لما دفشت لتحت كيف تنزل؟ مش بتنزل هيك؟ مش راح تنزل معك هيك؟ طب هيك لما نزلت كيف نزلت؟ نزلت باتجاه مع عقارب الساعة. اذا هون الساعة 12، هون الساعة 1، هون الساعة 2، هون الساعة 3، هيك الساعة بتمشي، مش هيك العقرب بلف؟ فهيك بلف مع عقارب الساعة، فهيك تمشي 15 مع عقارب الساعة، بسموها كلوك وايز. فالمومنت هيك 15. طيب نيجي لحالة ثانية، لو كان عندي بيم زي هيك، وعليه لود بالنص أو عليه لود مائل. طبعا احنا ما راح نحتاج مائل بالسترينث، بس خلينا نتعلم كل شيء بالله. هاي 5 واي زاوية 30، وعندي هاي المسافة كامل البيم هذا من هون لهون عبارة عن 10، من هون لهون عبارة عن 5. في هذا كتب على الشات شيء، عبارة عن 5. فأنا بدي أوجد المومنت عند النقطة هاي، عند النقطة A. كيف بدي أوجد المومنت عند النقطة A؟ أنا بنعرف إنه القوة بناخذ المسافة العمودية عليها. يعني لو القوة عندي زي هيك، القوة عندي زي هيك، انا بدي المسافه العموديه عليها بالنسبه للنقطه A. شو المسافه العموديه للنقطه A؟ هي هاي. طيب لاحظ انه هاي المسافه، هاي المسافه زنخ اني اجيبها. يعني انا معي وتر او معي هاي، هذا طوله 5. طيب الارتفاع معي طوله؟ راح تقول لي لا. فهيك صعب تجيبه،
صعب تجيبه، أو حتى بتقدر تجيبه إنه تحكي هاي الزاوية 30، فبالتالي هاي الزاوية 60، هاي الزاوية 60، فبتحكي 60 5 ساين 5 ساين 60 بيعطيك الوتر، أو 5 كوساين 60 بيعطيك الوتر. حلو، بس أنت ملاحظ إنه هيك غلبة، فأنا ما بدي على المسافة العمودية بهاي الحالة، لا بدي على طريقة أسفل. هذا كنا نحكي عنه بالاستاتيك اسمه البرنسبل اوف مومنت. لا، بنحكي انه احنا بنمسك هاي القوه بنحللها على محور واي، بنحللها محور اكس. طيب يلا تحليل شابتر 2 ستاتيك 5، الزاويه هاي قريبه من محور اكس، فالواي باخذ ساين 5 ساين 30، وهاي بتاخذ 5 كوساين 30. يلا هسه المومنت، المومنت عند النقطه ايه، لاحظ ايه هيك، هون مكانها، هون مكانها. بس بقول لكم شو بتفرق عن ايه عن الثانية. فسلاحظ ناخذ القوة هاي العمودية الخمسة ساين الثلاثين، كيف هي هيك؟ شو العمودي عليها؟ راح تقولي العمودي عليها المسافة هاي، العمودي عليها المسافة هاي، فقديش هاي المسافة؟ هي خمسة. فالمومنت عند ايه، المومنت عند ايه بده يساوي خمسة في ساين الثلاثين في كم؟ في المسافة خمسة، في المسافة خمسة. هاي ايش؟ مع عقارب الساعة، انا بفرض مع عقارب الساعة سالب، تمام؟ طيب بس ال 5 كوساين 30 بتعمل لي مومنت؟ شوف هي هيك. قديش المسافة العمودية على ايه؟ يعني في طيب شو المسافة العمودية اصلا بشكل عام لهي القوة؟ هي لفوق او لتحت؟ في شيء طالع لفوق او لتحت بالنسبة للفورس؟ يعني انه يعني الفورس هي هون، فبتكون في المسافة هاي. راح تقول لي لا، هي فورس منطبقة على ايه؟ فلما تكون الفورس منطبقة عند النقطة، المومنت لها زيرو، ما بتعمل لي مومنت، يعني ما بتلف. فبالتالي هاي المومنت لها سالب 25 ساين 30، يعني سالب 12 ونص، سالب 12 ونص. هذا اللي بدي اتعلمه من المومنت. اول شيء كيف اوجد المومنت لاي فورس، كيف بدي اوجد المومنت لاي فورس. ثاني شيء هسه بدي اوجد الرياكشن، كيف بتعلم ايجاد الرياكشن. طيب ايجاد الرياكشن، في عندي قبل ما نوجد الرياكشن بنتعلم ثلاث شغلات. في عندي انا تايبس of support، انواع السبورت. في عندي انا مشان اثبت اي بيم، البيم اللي هو الجسر، بدي اثبته باكثر من شيء. بدي اثبته بشيء اسمه بن او رولر او فيكست. انا بفضل اثبتهم بهذول الثلاث. البن، البن بيعمل لي تو رياكشن على الاكس والواي. الرولر بيعمل لي 1 رياكشن، هسه غالبا غالبا بيكون على الواي، بس اذا كان فيرتيكال رولر، يعني ملاحظه اف فيرتيكال رولر بيكون الرياكشن على اكس. هسه بقول لكم شو يعني. والفيكست بيكون عليه 3 رياكشن اللي هم اكس وواي ومومنت، يعني دوران، يعني زد، يعني فين. تمام. طيب شو يعني بين رولر؟ كيف انا بالشكل بدي اميزهم؟ بس بالسترينث ما راح يصير يقول لي هذا نوع السبورت بين زي الاستاتيك. لا، الانواع السبورت، انواع السبورت هم ثلاث. البن كيف شكله؟ شكله زي هيك، بيجي زي هيك مثلث وزي هيك. هذا البن بيعمل لي رياكشن. هسه هذا لما يحكي لي شيء بيعمل لي رياكشن، يعني بيمنع الحركه على اكس، وبيعمل لي بيمنعني الحركه. رياكشن يعني انا رد فعل ناتج عن منع الجسم عن الحركة. فهذا البن بيمنعني الحركة عن محور X، وبيمنعني الحركة عن محور Y. فلما يمنعني الحركة عن هذول الاثنين، معناته هذا بيعملوا لي رياكشن. فكونه هو ما بيتحرك على X بيعمل لي رياكشن على X، كونه بيعمل لي حركة على Y ما بيعمل لي حركة Y، فهذا هو رياكشن Y وهذا هو رياكشن X. هسه بنقول لكم كيف بدنا نوجد هذول. هسه الرولر، الرولر كيف شكله؟ نفس البن بس تحت مش مثبت، هاي الخطوط معناها تثبيت، لا هاي عجال، بتكون زي العجل، زي الصوب. فلما تكون الصوبة زي هيك، طبعا هاي الصوبة بتتحرك يمين ويسار، يعني ما بتمنعني الحركة عن يمين ويسار، بس بتعمل لي حركة عن الواي، فبالتالي هاي لها رياكشن واي. بس لما يقول لي إشي اسمه vertical roller، vertical roller بيكون زي هيك شكله، بيكون شكله زي هيك. هذا بمنعني الحركة، بمنعني الحركة عن إكس، يعني طلع على واي. انا هذا لو رفعته لفوق ونزلته لتحت راح ينزل ويطلع. يعني تخيل انك انت حاط الصوبه على الحيط بتحركها، يعني مش منطقي، يعني مش صوبه، يعني يعتبر سياره، السياره اللي على ماتور هاي الصغيره من الليرتين والثلاث، تخيل انك بتحركها على الحيط مش تتحرك لفوق ولتحت، راح تقول لي اه. فلما تحرك لفوق ولتحت بتمنعنيش الحركه عن واي، بس بتعمل لي حركه على الاكس، فبكون الرياكشن لها اكس. فهذا هو ار
اكس. هسه الفيكس سبورت بيكون شكله زي هيك، هذا بمنع لي حركة عن الاكس والواي، بمنع لي حركة عن المومنت كمان، ما بيخلي لي الجسم يلف، ما بيخلي لي العمارة تلف. فأنا هذول أنواع الرياكشن، أنواع السبورت. هسه بضل علي كيف أوجدهم. طريقة إيجادهم هي ثلاث معادلات لا أكثر، سيجما اف اكس تساوي زيرو، وسيجما اف واي تساوي زيرو، وسيجما مومنت عند السبورت تساوي زيرو. هاي طريقة حسابهم، طريقة حسابهم. فشو ظل علي هسه؟ هسه ظل علي كيف أوجد الرياكشن. طيب نيجي على أمثلة. بس أنا شو طيب أمثلة، بدنا نرجع على أمثلة مشهورة. أمثلة مشهورة يعني بشكل عام. فعندي إشي بسموه simply supported beam. simply supported beam يكون زي هيك، يكون زي هيك. هذا بسموه simply supported. يعني هذا البيم عبارة عن بن رولر، بيم مرتكز على سبورت نوع بن ومرتكز على سبورت نوع رولر. بسموه simply supported يعني بيم بسيط، يعني سهل حله، كثير مباشر. simply supported بيم عادة بيكون عليه لود مثلا بالمنتصف، على منتصف البيم زي هيك، على منتصف البيم زي هيك. هذا مقداره 5 مثلا، هاي 5 والمسافة هاي 2.5 والمسافة هاي 2.5، معناه انه اللود بالمنتصف. فالسيمبلي سبورت بيم عبارة عن لود مركز موجود بالمنتصف مباشرة. الرياكشن بدون هاي احفظوها، هي مش هي فهم، بس بقول لكم كيف اجد. احفظوها لما تشوف سيمبلي سبورت بيم واللود بالمنتصف مباشرة، الرياكشن مقدارهم نص اللود، نص اللود. لانه في كثير اسئلة بتقول لك سيمبلي سبورت هاي مقدارها 2.5 وهاي مقدارها 2.5 مباشرة، اللي هي نص اللود، نص الخمسة، نص الخمسة مباشرة. لما تشوف سيمبلي سبورت بيم يكون الرياكشن شكله هيك. طيب انا كيف اوجدت هذول القيم؟ لو اديهم على طريقه الحل. طريقه الحل قلنا احنا بنطبق ثلاث معادلات، سيجما اف اكس، سيجما اف واي، سيجما مومنت. في اي لود افقي هون؟ شوف بنرسم احنا الرياكشن، هون رياكشن واي وهون رياكشن اكس. طبعا يفضل انك تسمي، يعني تحكي هاي اي وهي النقطه بي، فهذا ار اي واي وهذا ار اكس بي اي اي مثلا، وهذا بده يعمل لي رولر، الرولر بيمنع الحركه عن واي، فار بي واي. تمام. فانا هسه كيف بدي اوجد الرياكشن عند بي و اي؟ لاحظ انه ما في اي قوه على اكس، فالار اكس زيرو شيلها، بضل هسه ار واي وار بي. كيف بدي اوجدهم؟ خذ المومنت عند سبورت، دائما بلش بالمعادله مومنت عند سبورت. خذ مثلا مومنت عند بي، مجموع المومنت عند بي يساوي زيرو. يلا الخمسه قديش تعمل لي مومنت؟ الخمسه عموديه، فباخذ المسافه الافقيه 5 في 2.5. 5 في 2.5 كيف بتعمل لي اتجاه؟ انا بتخيل انه انا هاي الشكل وهاي السبورت، كيف هاي بتاثر؟ بتلف حواليها زي هيك، تلف حواليها زي هيك. هذا الاشي ايش؟ عكس عقارب الساعه، يعني موجب 5 في 2.5. يلا عندي شو كمان؟ فورس الرياكشن عند اي، رياكشن اي واي بتعمل لي عكس عقارب الساعه، مع عقارب الساعه يعني سالب، فبحكي سالب ار واي للاي في مين؟ 2.5 في المسافه العموديه، عندي اللود عمودي زي هيك، فباخذ المسافه الافقيه. كم المسافه الافقيه؟ 2.5 و2.5 كم؟ 5. هذا ايش يساوي؟ 0. ف ار اي واي بتساوي 5 في 2.5 على 5، يعني كم؟ 2.5. فطلعت قيمه رياكشن واي. هسه شو بعمل؟ بحكي سيجما اف واي تساوي 0، فبحكي ايش؟ هاي 5، اي قصدي هاي 2.5 وهاي 5 لتحت، يعني سالب 5. بحكي هون زائد ار بي واي يساوي زيرو، فار بي واي تساوي 2.5. هاي اللي قلت لكم احفظوها، بتريع حالك كل الحسابات هاي مباشره. سمبل سبورت بيم زي هيك. طيب في عندي الفيكست بيم، فيكست بيم زي هيك. مثلا في عليه لود زي هيك، عليه لود مستطيل زي هيك، اللود مستطيل للأسفل. طبعا بالسترينث نادرا ما يجي لود مثلث، وأصلا مش راح يجي أسئلة زي هيك، أسئلة ما تقريبا تيجي، يعني نادرا ما تيجي مادة الفيرست، بس خلينا ندرسها. هذا اسمه 5 وهي المسافة 3، فهي النقطة A. قال لي أوجد الرياكشن عند النقطة A. A في عليها 3 رياكشن، رياكشن عمودي، رياكشن أفقي، ورياكشن مومنت. يلا هذا MA وهذا RAY
وضع R A X. شوي في هذا كاتب على الشات. لا مسجل يا رامي. تمام. عندي زي هيك فبدي أوجد الرياكشن. أول خطوة أخذ مثلاً مومنت عند سبورت أو أقول سيجما اف إكس في قوة على إكس، راح تقول لي لا. ليش نرسم عندك هون؟ فرصة. طيب. سيجما اف إكس تساوي زيرو، ار اي إكس زيرو. شطبها. يلا. سيجما اف واي تساوي زيرو. سيجما اف واي تساوي زيرو. عندي رياكشن لواي. بدي انقص منها اللود المستطيل، اللود المستطيل دائما مساحة المستطيل، قديش مساحة المستطيل؟ هذا الخمسة هاي تمثل الارتفاع والطول له ثلاث، كم مساحته؟ 15 يساوي زيرو، يعني خمسة في ثلاث، خمسة في ثلاث، معناته ار اي واي تساوي كم؟ 15. طيب بضل علي اوجد رياكشن المومنت. مجموع المومنت عند اي يساوي زيرو، راح تقول لي رياكشن مومنت، رياكشن مومنت بتحطه زي ما هو ام اي عكس عقارب الساعه. الخمسه في ثلاث هاي احنا قلنا مقدار التركيزه مساحته، كم مساحته؟ 15. وين بحطه؟ بالمنتصف، تركيز المستطيل دائما بالمنتصف، فهاي الخمسه في ثلاث زي كاني شطبتها وخليتها زي هيك، مقدارها كم؟ 15، وهي وين موقعها؟ بالمنتصف. واعتبر اني انا شطبت الزهري زي هيك، تمام؟ اعتبر اني شطبته زي هيك، فالمومنت عند A كم بده يساوي؟ ام A زي ما هو، بعدين ال 15 بواحد ونص، كيف تعمل لي هاي؟ عكس عقارب الساعة، هاي بتعمل لي عكس عقارب الساعة، لا هاي مع عقارب الساعة، سالب 15 كم؟ بواحد ونص، هاي كم بتساوي؟ زيرو، فام A 15 بواحد ونص، هي هيك أنا كيف أوجد الرياكشن وكمان اللود المستطيل، ظل آخر خطوة، ظل آخر إشي الانترنال هنج. الانترنال هنج هذا كان تشابتر 6 بالاستاتيك. الانترنال هنج هي عباره عن شيء بسموه الفصاليه. كيف يعني؟ لو انا عندي فيكس زي هيك ورولر زي هيك، تمام؟ راح تقول لي هذا بيعمل لي 3 رياكشن، وهذا بيعمل لي رياكشن 4 رياكشن، 4 رياكشن، وانا ما معي الا 3 معادلات اللي هم سيجما اف اكس، سيجما اف واي، سيجما مومنت. انا هذول كيف بدي اوجدهم؟ بارتيكل ما بقدر اوجدهم، فعندي مجهود زياده، معناته السؤال ما بينحل. قلت لك، بقول لك اذا انا حطيت لك شرط، حطيت لك شيء اسمه فصاليه اسمها انترنال هنج، هاي بتعمل لي شرط بخليني اقدر احل السؤال. طيب لما انا اشوف عندي فصاليه كيف بحل؟ بقول لك قسم الشكل لقسمين، قسم من الفصاليه لهون وقسم من الفصالية لهون. يعني خلينا نحط مسميات بدون لودات، هاي A وهاي B وهاي C. أنا مطلوب إني أوجد الرياكشن. لما أشوف فصالية عندي زي هيك، شو بعمل؟ بفصل عند الفصالية، بحط زي هيك، بقسم الشكل يمين ويسار، زي كأني قسمت الشكل زي هيك يمين ويسار. الفصالية بيطلع منها تو رياكشن X و Y، زي كأنها بن يعني. تيجي زي هيك، عندي هون رولر، وعندي هون الفصاليه صار عندها رياكشن، صار عندي رياكشن، افرضهم زي ما بدي ار بي واي ار بي اكس وهاي ار سي واي. طيب وهذا الشكل من اليسار باخذه ما هو، وهاي بتعكس الاتجاه، اذا هاي لليسار بتحطها لليمين، واذا هاي لفوق بتحطها لتحت. وهون شو بتحط الفيكست؟ الفيكست له 3 رياكشن ار اي واي ام اي وار اكس ار اي اكس. هسه هون شو بتحط؟ نفس القيمه ار بي واي، وهون ار بي اكس. لما يكون عندي فصاليه زي هيك بحل. هسه باخذ هسه هذا البيم يعتبر سمبلي سبورتد، مش مشكله عادي، في لودات خذ المومنت عند بي بتطلع ار بي واي، خذ سيجما اف واي بتطلع ار سي واي. لما تطلع هاي مثلا معك خمسه فرضا، بتحط هاي خمسه مباشره بتشيلها. طب ما تنساش السهم تعكس، واذا انعكس السهم ما يكون تعكس السهم موت. هاي خمسه وهاي مثلا طلعت زيرو لانه هون رولر زيرو، بتشيل هاي. بس لما صارت هاي خمسه، لما صارت هاي خمسه سيجما اف واي بتطلع ار اي واي، ار اي اكس زيرو لانه ما في اي على اكس، سيجما مومنت عند الاي بتطلع قيمه المومنت. فوصلت لما يكون عندي فصاليه كيف بحل؟ هسه هذا كل شيء ممكن نحتاجه بالاستاتيك، كل شيء بيحتاجه، ممكن يحتاج سؤال ترس بس مش ضروري، ما بدنا نشرح ترس. لحد هون، لحد هون بالاستاتيك في اشي مهم؟ محسن صوتك تقطع كثير، مش عارف صراحه. طيب اعيد الفصاليه يا بيان،
بيان. يس طيب دقيقة بس خلينا نروح مع بعض على مثال مباشر. ليش نغلب حالنا؟ طيب طيب أبشر يا فندم. طيب عندي مثال زي هيك، قال لي أوجد الرياكشن، هذا فيكس سبورت وهذا رولر سبورت. لما يكون عندي فيكس ورولر بدي أحتاج فصالية، هذا طبعا قبل الاستراكشر 2، بعد الاستراكشر 2 بتحتاج فصالية، هذا تقدر توجد بدونها. بدي أوجد أحط انترنال هنج. الانترنال هنج شو خصائصه؟ بقسم الشكل بالنص، أو بقسم بالشكل نصين، نص يمين ونص يسار. شو بعمل؟ برسمه زي ما هو، هيو ها برسمه زي ما هو وبرسم الجهة الثانية زي هيك. هاي اسمها سين، بحط ار سي واي ار سي اكس، وهون بحط عكس الاتجاه اللي فرضته هناك ار سي واي ار سي اكس. هون في عندي رولر، هذا رولر هيو زي العجل، بحط ار بي واي وبحط المومنت ال 4000 وبحط هاي الفورس 260 كوساين 60 على الاكس و 260 على الواي. هاي 200 ساين 60 و 200 كوساين 60. بنروح على الجهه الثانيه، بكون عندي هون فيكس سبورت في عليه ار اي واي مومنت على الاي وار اكس، وعندي هذا فورس 500 في الموازي له 12 على 13، والفورس اللي هيك جاية هي انعجق اللوح كثير بس مش مشكلة، في 5 على 13. تمام. هسا شو المطلوب مني؟ مطلوب مني أوجد الرياكشن. مطلوب مني أوجد الرياكشن. كيف بدي أوجد الرياكشن؟ ونروح على الجزء اللي فيه مجهول اقل. يعني لو تيجي لهون لاحظ عندك مجهول مجهولين ثلاث اربعه خمسه، بس لما تيجي لهون مجهول مجهولين ثلاث، مين مجهول الاقل؟ راح نقول الجزء اليمين، باخذ الجزء اليمين. صح، نسيت احط المسافات. هاي المسافه اربعه، وهي المسافه ثمانيه، وهي المسافه اربعه، وهي المسافه اربعه. تمام. بروح على الجزء الاقل، انا الجزء الاقل الجزء اليمين، بروح على الجزء اليمين، بروح بحكي مومنت عند السي تساوي زيرو، مجموع المومنت عند السي تساوي زيرو. يلا عندي 4000 تعمل لي مع عقارب الساعه، بحكي سالب 4000. طبعا هذا مومنت ما بيعمل مسافه، مومنت جاهز. بعدين راح تقول لي سالب 200 ساين 60 بضربه بكم؟ بالمسافه 8. الافقيه هاي ما بتعمل لي مومنت، هي فعليا هون بس ما اقدر ارسمها. في عندي ار بي واي زائد ار بي واي في كم؟ 4 و 8 كم؟ 12. هذا يساوي 0. طلعت قيمه ار بي واي، بحكي سيجما اف واي تساوي زيرو، بطلع قيمه سي واي، سي واي بحطها هون. طيب سي اكس كم؟ عباره عن 200 كوساين 60. خلينا نجي مع بعض، بدناش نضيع وقت، بدنا نبلش سترينث، يعني خلص اول زوم ولساتنا بالستاتيك. طيب هيو شوفوا زي هيك، فصل الشكل، اخذ مجموعه في الاكس طلع قيمه سي اكس، طلع اخذ المومنت عند السي طلع قيمه بي واي هيها، بعدين سيجما اف واي طلع قيمه السي واي. بس لما راح اخذ الجزء الثاني شوف، هاي طلعت 100 صح؟ سي اكس 100 وكان اتجاهها هيك، قديش صارت هون؟ صارت هيها 100. بعدين سي واي كم طلعها؟ سالب 257.6، سالب يعني هاي لتحت، لما صارت هاي لتحت مباشره هاي تلقائيه بتطلع لفوق. طيب طلعت لفوق هي 275، بعدين ايش؟ خلص صار الشكل ديتيرمنت، يعني بقدر احله. اخذ سيجما اف واي سيجما اي اكس طلع قيمة A A X A X، سيجما F Y طلعنا F Y C I، سيجما F Y C Y ناقص 500 في 12 على 13 زائد A Y طلع لي قيمة A Y، سيجما مومنت طلع لي مومنت. وصلت؟ بدها شوية ممارسة، هذا الشيء ممكن نحتاجه بسؤال أو سؤالين بس، دكتور وليد بشرحه بالعادة بالسترينج، أصلا نحتاجه للستركشر. لحد هون مفهوم البيان؟ اللي سأل يعني مش شرط يعني بس. يس وصلت. طيب
مية مية. طيب قبل ما نروح على هاي بدنا نتعلم. تفضل يا محمد أبو البدرني، تفضل يا غالي. بالغلط بالغلط عندي قرد قاعد جنبي. مش مشكلة يا هاب، مش مشكلة. طيب قبل ما نروح بدنا نتعلم إشي يعني بخليك سمارت، بخليك ذكي شوي. كيف تعرف اتجاه الرياكشن؟ تفرضه مباشرة ويطلع معك موجب. يعني شفت بالسؤال قبل شوي لما فرضت أنا على كيفي طلع شوي سالب، يعني مثلا ما استعملتش هيك حداقة. يعني هسا بنعرف احنا اي جسم لازم يكون متزن، يعني مجموع القوة يكون كلهم متزنات على بعض والمومنت متزن على بعضه. كيف يعني؟ يعني لو انا عندي فوق بيم زي هيك، كان عندي بيم زي هيك صح؟ وعندي لود زي هيك. طب لما يكون عندي رياكشن هذا بن وهذا رولر، الرياكشن بده يكون لتحت. انت بالمنطق الرياكشن بده يكون لتحت، راح تقول لي لا. ليش بده يكون لا؟ يعني اذا هاي لتحت وهاي لتحت وهاي لتحت ببطل في شيء لفوق، يعني هذا البيم زي ما هو راح يوقع. طب انا شو بدي فيه يوقع؟ انا بدي اياه متزن. لما اكون بدي اياه متزن شو بعمل؟ لما اكون بدي اياه متزن بدي اخلي الرياكشن بشكل عام يصير لفوق. فانا لما احل اجبال الرياكشن راح يطلع معي لفوق. طيب شغله ثانيه كيف انا كمان شغله ثانيه خلت لي اياه موجب؟ مش هيك، لو كان عندي وصله زي هيك، تمام، وصله عندي زي هيك، هاي الوصلة عليها فورس زي هيك، وعندي هون قوتين، قوة زي هيك وقوة زي هيك، بس أنا ما بعرف اتجاهها هي لفوق ولا لتحت. أنا كيف بدي أعرف هاي القوة راسها لفوق ولا راسها لتحت؟ أنا بدي أكون ذكي، بدل ما أوجد رياكشن ويطلع معي موجب وسالب، أنا بدون ما هاي بدي أتخلص من إشي اسمه سالب. يعني شو ما أفرض يطلع جوابي صح. طيب أنا كيف بدي أعرف هاي اتجاهها راح يكون لفوق وهاي اتجاهها لتحت أو العكس؟ بكل بساطة أحكي لك، انا لو بدي مش لما تاخذ هاي تعتبر سبورت وهاي تعتبر سبورت، تمام. انا المفروض عندي السبورت يكون المومنت زيرو، فانا بدي افرض مجموع المومنت هون مجموع المومنت هون تساوي زيرو. طيب هاي بتعمل لي مومنت هيك صح؟ طيب هاي الفورس مشان يصير متزن كيف بدي المومنت يكون؟ بس اذا هاي بتعمل لي مع عقارب الساعه، مش هاي لازم تعمل لي عكس عقارب الساعه. يعني هاي لو كان فورسها زي هيك كيف راح تعمل لي مومنت حول النقطة هاي؟ راح تقول بتعمل لي هيك. لاحظ إذا عملت زي هيك الجسم، هذا الجسم شو راح يصير فيه؟ راح يلف. طب أتبطل متزن. فأنا مشان أصير متزن بدي الفورس هاي تعمل لي مومنت عكس عقارب الساعة. فلما تعمل لي مومنت عكس عقارب الساعة، يعني اللود سهمها لتحت، بتعمل لي فورس زي هيك. فلما الفورس زي هيك صار المومنت إيش؟ إذا هاي بتعمل لي مومنت هيك، هاي راح تعمل لي مومنت هيك، راح يقاومه ويبطل الجسم يلف. فبالتالي انا عرفت من النظر انه هاي اللود لتحت. طيب اذا هاي لتحت وهاي لتحت، هاي معقول تكون لتحت؟ طب اذا كانت لتحت مش الجسم راح يبقى، راح تقول لي فمباشره هاي رياكشنها فوق. طيب بدي احلها على هاي، بدي احل كيف بدي اعرف اتجاه هاي؟ خذ المومنت هون، خذ المومنت هون، هاي بتعمل لي مومنت مع عقارب الساعه. طيب هاي لو كان سهمها لتحت كيف راح تعمل لي مومنت؟ راح تعمل لي مومنت مع عقارب الساعه، منطقي ما راح يصير يلف. فاجباري بده يكون السهم لفوق مشان تعمل لي مومنت عكس عقارب الساعه، هاي بتلف مع وهاي عكس، بيقاوموا بعض وبيبطل يلف. هاي شغله لازم نتعلمها، لازم نتعلمها، نعرف اتجاه القوه لتحت ولا لفوق، نختصر حالنا السالب والموجب. طيب ليش هالحكي؟ مشان في شغله بسموها التنشن والكومبريشن، الشد والضغط. انا هسه بالسترينث بدنا نتعلم الفورس هاي قديش بتاثر لي على الوصله، هاي الوصله هاي تعتبر وصله، بتعلم قديش بتاثر. بحكي لي اذا الفورس بتاثر على الجسم زي هيك، يعني الفورس جاي من هون للامس الجسم، هاي بسموها كومبريشن، تعمل لي كومبريشن على الجسم. اما اذا كانت الوصله طالع منها الفورس زي هاي بيكون ايش؟ تنشن. طيب هسه هاي جاي من هون من السماء نزله هون، ايش هاي بتاثر على الجسم؟ فهاي كومبريشن. فانا بدي اتعلم كيف احدد نوع القوه اذا كومبريشن او تنشن، لانه راح هسه لما نتعلم سترينث بالزوم الجاي راح تقول لي راح ياثر علي كومبريشن او تنشن. يعني كان عندي وصله زي هيك، هاي طالعه هاي نازله هاي طالعه، ممكن مش متزن هذا، ليش؟ انه سالب او موجب. فانا بدي انتبه كيف الرياكشن يكون. هاي بتاثر على الجسم كومبريشن، هاي طالعه من الجسم تنشن، هاي طالعه من الجسم تنشن. بس بالتالي لو كانت هاي هيك
هاي راح تكون تنشن وهاي تنشن وهاي تنشن، الجسم ما بصير فيه كومبريشن. ليش؟ لما طالع من الجسم، يعني اتجاه السهم ما له دخل بالتنشن كومبريشن، لا اللي له دخل بالتنشن كومبريشن القوه طالعه من الجسم ولا جايه على الجسم. طيب شغله اخيره، في شغله لو كان عندي انا بيم زي هيك مثلا وموصول بوصله زي هيك، هاي بن وهاي بن، راح تحكي لي طيب هاي بن وبن اربع رياشن كيف بحله؟ بقول لك بكل بساطه لما يكون عندك زي هيك وهاي انترنال هنج، طبعا اجباري تكون انترنال هنج، بقول لك بدل القوه بوصله، يعني هاي كامله شيلها وخليها زي كانها فورس، فورس مجهوله ما بعرف كم مقدارها، بحللها باخذ المومنت هون بطلع قيمتها، دائما خذها زي هيك. طيب في شغله ثانيه، لما يكون عندي وصله زي هيك موصوله مثلا بوصله زي هيك، موصوله بوصله زي هيك، وهي مربوطه ببن سبورت، وهي مربوطه ببن سبورت، وهي مربوطه ببرغي من هون، وهي مربوطه ببرغي من هون، لما تكون زي هيك مباشره هاي القوه هاي الوصله شيلها وخليها قوه، يعني هاي شيلها زي هيك خليها قوه، افرضها كيف تفرضها؟ شوف بتطلع منها سهم زي هيك، كيف بتعرف اتجاه السهم؟ بس طبعا بيكون في لود مثلا جاي زي هيك، هاي بشيلها بخليها هيك. كيف بدي احدد الاتجاه؟ خذ المومنت هون، هاي بتعملي مع قارب الساعة، فهي بدي اياها تعمل لي عكس، فهي اتجاهها راح يكون ايش؟ كومبريشن، وهي اتجاهها شو بده يكون؟ تنشن. طيب يعني مكان ما الوصلة موجودة بتشيل القوة، يعني لو كانت الوصلة هيك، هاي الوصلة زي هيك، وهاي الوصلة مربوطة من هون، وهذا السبورت هون. فكيف أنا بشيل الوصلة هاي؟ هاي الوصلة بشيلها بخلي السهم هيك. طيب السهم كيف اتجاهه؟ هاي بتعمل لي مع، وهاي ببدلها بخليها هيك، طبعا نشيل السهم اللي هون، خذ المومنت هون، هاي بتعمل لي مع، فهي جبرت تعمل لي عكس، فهاي كومبريشن وهاي كومبريشن. تمام؟ في حدا عنده سؤال لحد هون؟ كيف احدد حسب الحداقه؟ واذا عندي وصلات مباشره بشيلهم بخليهم قوه، القوه المجهوله انا بوجدها من المومنت. تمام؟ حد عنده سؤال؟ هاي كلياتها تقريبا مراجعه الستيك، المفروض اللي اخذ الستيك ودرسها من الكتاب يكون هاي الشغلات كله بكون اخذها، بس اغلب الدكاتره ما بيشرحوها من الكتاب او ما بيشرحوا هذا الشيء. انت لحد هون هذا بدي اياه منك من الستاتيك. تشابتر 4 او 5 بالسترينث بالسكند، الشيء اللي بدي اياه من الستاتيك كمان راح نرجع نعيده زي هيك. اما لحد هون انت اذا فهمت هذا الفيديو هسه راح تفوت على السترينث وامورك تمام وامورك لوز. حد عنده سؤال؟ طبعا فوتوا على الزوم بعد الزوم الثاني، هسه راح نفتح زوم ثاني على نفس اللينك بتفوتوا عليه ومشان نبلش نشرح سترينث. ما حد عنده سؤال؟ طيب ارجعوا على الزوم، افتحوا الزوم مره ثانيه.